شو كيف؟ ظابط تمام. يلا فؤاد، نحن اليوم عم نحضر مفاجأة على هيا، وبعرف قد ايه هيا بهمها كل شيء له علاقة بالوعي الصحي والبيئة، ويعني بتعرفوا هالمواضيع، فخلينا نشوف هيك شو معقول نحضر لها هيك شيء حلو مع 2020. يعني هي المفاجأة رح تخلي بيتك صحي ومثل ما بدك. طيب شو كمان؟ فيها استعمالات كتيرة وفيتشرز كتير كتر. مثل؟ رح سهل لك اياها، هالمفاجأة متينة وصعب انها تنكسر. طيب خلص مش عارفة. شو هي؟ دانا اعطيني المفاجأة. واو جايز، مستحيل عن جد ما بتعرف قديسة اللي بدي اياها. فيها رؤوس عديدة كمان، فكرة تستخدميها على الفرش، على الصيفة وعلى السجاد. واو الشفط فيه كتير قوي. بتعرفي شو؟ أنا عجبتني وبتاخدها. أنا اللي جبت، أنا طلعت بالفكرة خلص. هاي رح نتشاركها أنا وياها. ما أنت ولا هي ولا هو، أعطيني إياها.